طبيعي أن القاضي هو في المقام الأول إنسان طبعا. وهو في المقام الأول مواطن وهو له انتماءات وله ميول لا يجب أن يفصح عنها، ولكنها موجودة في داخله وموجودة في تركيبته. فهو يميل ناحية اليمين أو ناحية اليسار أو لكنه لا يميل، يعني هو المفروض أنه واقف محايد لا يميل لا يميل بأدائه ولا يميل بكلماته ولكن في الداخل هناك ميل. فإذا ظهر هذا الميل على أحد سواء بهذا أو بذاك، سواء بالمعاداة لهذا النظام الموجود الآن أو بالموالاة له، فهذا انحراف في رأيي. وأعتقد أن صورة واضحة أن هذه يعني قلة ولكن يبالغ في الصورة جدا. أما الكتلة الكبيرة من القضاة فهي لا تميل مع هذا أو مع ذاك، وهي متوازنة جدا حتى لو كانت تميل قلبيا، يعني لا دخل لنا بالميل القلبي للقاضي، ولكن القاضي لا يجب أن يفصح ولا يجب أن يميل ولا يجب أن يميل مع أو ضد.